السلام عليكم. تعتزم الجزائر مضاعفة إنتاجها من الغاز، وخاصة بعد اكتشافات الأخيرة لثلاث اكتشافات في حقول تمن هيرت في الصحراء، وهذه الاكتشافات ستسمح للجزائر بمضاعفة صادراتها من الغاز خاصة باتجاه أوروبا، لتكون يعني توفي يعني العهود التي أنضتها مع عدة دول، منها إيطاليا وسلوفينيا وكذا ألمانيا، لابد من مضاعفة يعني الصادرات إلى حوالي 100 مليار متر مكعب سنويا. وفي يعني في الوقت الراهن الجزائر تنتج حوالي 100 مليار، نصف منه يستهلك محليا، وتصدر حوالي 50 مليار متر مكعب سنويا، وتعتزم مضاعفة صادراتها إلى 100 مليار متر مكعب سنويا، ويعطينا إنتاج تاع 150 مليار، يعني بإضافة 50 مليار التي تستهلك محليا. وكذلك بالموازاة مع التوجهات الجديدة، فيه تصريحات لخبراء أنه تتجه الجزائر كذلك بالموازاة مع يعني استثمار جزء من عائدات نتاع الغاز لتطوير إنتاج الهيدروجين في الصحراء الجزائرية باستعمال الطاقة الشمسية وكذا الطاقة الغازية، إذن لإنتاج الهيدروجين ليصدر نحو أوروبا. وهذه الكمية تاع الهيدروجين يعني بالنظر إلى يعني المساحة الكبيرة نتاع الصحراء الجزائرية، سوف تكون الجزائر بمثابة البطارية لأوروبا، لأن الهيدروجين سوف يكون يعني باستطاعتنا يعني توليد الكهرباء انطلاقا من الهيدروجين كوقود، وكذلك انطلاقا من الغاز كوقود. إذن كل هذه يعني الالتيرناتيف هذوما حلول يعني مختلفة، قد تجعل من الجزائر يعني بارتنر طاقوي، يعني معامل طاقوي مهم جدا في المنطقة ككل، يعني في المنطقة على المستوى الإقليمي تكون الجزائر تلعب دور كبير جدا وحساس في ميدان الطاقة، وهذا شيء يشرفنا كجزائريين. نكتفي بهذا القدر، والسلام عليكم.